في عندي استغاثتين الحقيقه. في عندي استغاثه جات لنا من سيده مصريه، هنشوف صورتها دلوقتي. هذه السيده المصريه سجلت فيديو، هي مقيمه في روما في ايطاليا، وسجلت فيديو عامله فيه مناشده يعني للسيد الرئيس وللسلطات المصريه، بتقول فيه انه يعني بتطالبهم بالتدخل لانقاذ اطفالهم هناك، وانه اطفالها واطفال مجموعه من الاسر المصريه الثانيه متحفظ عليهم هناك. احنا الحقيقه مش فاهمين قوي الموضوع، هل هو قصه شخصيه، هل نتيجه مشكله جنائيه مثلا هناك، احنا مش فاهمين قوي الموضوع. احنا بس كل اللي متمناه هنشوف صوره السيده مع بعض، احنا كل اللي متمناه بس انه يعني عشان نكون وصلنا الصوت ووصلنا الامانه، بنوعد حضرتك هي الاستاذه نيفين شنوده، وتواصلنا بالفعل معاها واخذنا منها بعض التفاصيل. بنوعدك يا استاذه نيفين، صورتها موجوده يا شباب؟ طيب وعدناكي يا استاذه نيفين، وان شاء الله هنوصل بالفعل الموضوع اللي حضرتك بعتيه لنا وبعتلنا مجموعه من الورق والمستندات. بنوعدك على الهوا ان احنا هنوصل كل ده باذن الله لوزاره الخارجيه، ان شاء الله يكون في رد. عندي استغاثه ثانيه كنت قدمتها هنا في مساء دريم من حوالي اسبوعين، مشكله مجموعه من المصريين بيشتغلوا على مركب بحري في ميناء صفاقس في تونس، وقلت المشكله دي على الهوا، كانت جات لي كده في رساله عاجله على الهوا، وكان في مواطن اسمه محمد زكي حسين قال انه الازمه بدات من 2017، وان الموضوع ان المركب دي محتجزه بناء على حكم قضائي، كان في محاوله لتمرير بضائع بدون مستندات شحن، وانه منذ وصلت السفينه ومالك السفينه بيماطل. تعالوا نسمع بس تفاصيل القصه من المواطن محمد زكي حسين المحتجز على مركب بحري في تونس. استاذ محمد تحياتي ليك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. هو حضرتك دلوقتي موجود فين تحديدا؟ انا موجود دلوقتي حاليا في المركب ميد بروتشي اللي هي محجوزه في ميناء صفاقس. طيب انتوا بقالكوا اسبوعين بنتواصل مع بعض، انا بس عايز افهم يعني ايه المركب محجوزه؟ يعني لا مش عارفين تنزلوا ولا تبحروا بالمركب؟ والله يا فندم الاول قبل ما ابتدي انا اشكر حضراتكم على الاهتمام. المركب محجوزه من شهر فبراير 2017 نتيجه مخالفات مع الميناء. وانا جيت هنا المركب على في شهر 10 2017، بناء على معلومات خاطئه ومضلله واتفاقات مع المالك السفينه لحين عشان التحق بالعمل. وبعد ما طلعت المركب لقيت ان كل الاتفاقات وكل المعلومات اللي اداها لي عن السفينه كلها خاطئه. استمر التحايل معايا والطرق اللي هو يوم بعد يوم شهر بعد شهر لغايه ما مر دلوقتي عليا 9 اشهر ونص. في النهايه الملك طلب مني طلب، انا كبني ادم فاهم للقانون كربان للسفينه، رفضت ان انا اعمله. من هنا ابتدى معاداه الملك ليا بقطع، حتى كان بيبعت لي من الراتب بتاعي اللي هو كان متفق عليه بيبعت لي النسبه منه في حدود 30%. طيب استاذ محمد انتوا بس معلش عذرا عشان بس الوقت يا فندم، احنا فهمنا كده اصل المشكله ايه. سؤال بس، انتوا عددكم كام على المركب؟ انتوا كام مواطن مصري موجودين على المركب؟ احنا 4 دلوقتي على المركب، والجوازات السفر بتاعتنا محجوزه في اتحجزت من 3 اسابيع في شرطه الحدود، والسفارة كلمتني امبارح قالت لي ان هي هتعمل على نزولي لمرضي، وان انا مش قادر لمرضي وان انا مش قادر اكمل، ودي رغبتي في النزول. انا عامل عقدين دلوقتي. يعني انتوا عايزين ترجعوا مصر يا فندم؟ لا نعم يا فندم. انتوا عايزين ترجعوا مصر؟ ده طلبكم؟ انا بس اللي عايز ارجع مصر، انا بس اللي عايز ارجع مصر، بس إيه؟ أنا عاوز أرجع مصر وليا مستحقات مش عارف أخدها، والسفارة بمنتهى الصراحة قالت لي أنا إحنا هنحاول نرجعك مصر، إنما مستحقاتك دي مش هنقدر نعمل فيها أي حاجة. طيب إحنا هنتابع بعد 10 اشهر أرجع بيتي من غير ولا مليم. طيب إحنا هنتابع يا أستاذ محمد، تأكد لو ليك حق إن شاء الله هتاخده، وإحنا هنتابع هنا مع الخارجية، مع وزارة الخارجية، وهنتابع مع يعني مع السفارة المصرية عندك عن طريق وزارة الخارجية هنا، وهنشوف لو رغبة حضرتك انك ترجع مصر ان شاء الله من حقك انك ترجع، والثلاثة المصريين التانيين بس نعرف القصة والوضع ايه، وان شاء الله احنا في مساء دريم هنتابع المشكلة دي مع حضرتك.